جميلة بين الطحالب المائية والتجاويف الحجرية، تبث الحياة والحيوية لتزرع الهدوء والطمأنينة، لكنها تحتاج لعناية خاصة. نهزوا لي زالفان تاعهم كي يولدوا، نهزوا لي زالفان تاعهم نكبروهم مدة كل كاين اللي يكبر في شهرين في ثلاث شهور في اربع شهور كاين حتى تاع ست شهور باه يوصل للمرحلة تاع اللي نقدروا نسوقوه. الماء راهو يدور سما راهو يمشي من لاسورس يمشي سما ما نحتاجوش فلتر ولا بومب تاع الاكسجين ولا ريزيستونس تاع السخانه، كل شيء طبيعي كما نقولوا احنا. عندنا النيتواياج عندنا كل 15 يوم كل شهر نيتوايو الاحواض هذا. بريق عينيها المنبعث من الأعماق بأنواع وأشكال مختلفة من كوي ويابانيات جعلت الكثيرين ينجذبون إليها ويغرمون بمظهرها. أشاك فوا نجي نشوف لي موديل اللي يدخلوا جدد هكا نديهم لاكواريوم تاعي بيان سور ومليح الحوت هكا لاكواريوم في الدار سي بليزير يعني تروبوزي المورال هكا لوكيباسيون تاعهم. لاكواريوم C'est un charme dans un salon, ça représente un bien. Le plus important, c'est que j'ai ramené Bouhaira Saghira fi dari. حتى هذه المخلوقات الجميلة لم تقصر في مضايفتنا، باعثة لنا قبلة حارة تودعنا فيها من الأعماق.